هذا شوية على واحد على المخارطة ديال الرجاء، وي إذا كان ممكن. مرحبا. بحال دابا أنت دابا عطيتي واحد الاقتراح ديال مثلا قلتي الجوار ديال الجزائر، وي هذه فكرة زواولة. هل علاش بغينا زعما بغيناهم ينقصوا السومة ديال الانخراط باش كاين كفاءات، كاين الناس اللي عندهم ما يقولوا اللي يقدروا يزيدوا بالراجل اللي قدام، ماشي 120 مخارط هو اللي يقدر زعما يفيدوا الراجل. وي هذا انت غير واحد من هذوك الناس. دابا انت عطيتي واحد الفكره ديال اللعابه ديال الجزائر، عندك الحق، انا كنشوف شي لعابه ديال الجزائر عندهم لا فالور زوينه، كيلعبوا زعما زوين في البطوله الجزائريه، يصلحوا للراجل، صح والثمن ديالهم رخيص ماشي غالي. بصح، ويكفي يكفي نشوفوا غير المنتخب المحلي ديال الجزائر، الطريقه باش كيلعبوا اللعابه اللي فيه راه كيعطيو قيمه، تيبان لك وكيلعبوا مع الفريق الاول كانوا، يعني كيبان لك ان اللاعب الجزائري المحلي في البطوله الجزائريه فاهم يده، كاين لعابه طالونتيو. الفكره دي عجبتني هذه، يعني ما كنظنش بان شي مخارط من المخارطين زعما يفكر فيها. هذا المخارطين هذا عاد ناخذ حنا مثال اخر ماتش ديال الرجاء في الشامبيونز ليغ مع الاهلي المصري. دابا الاهلي المصري عندهم مخارطين كيدعموه قبل ما يلعب الماتش، يقولوا لي راه غنعطيكم قد وقد خاصكم تربحوا لنا هذا الماتش. مخارطين الراجل لا، فاش كيفكروا في سانفيتاسيون شحال ناخذ ديال التيكي، يعني ما على بالهمش الراجل، ما كاينش صح. كاين بعض اللي صالح، ولكن قليل مع الاسف، مع الاسف. ولكن متفق معك، ولكن الاغلبيه كتشوف الاغلبيه ما باغيش الخير للراجل، يعني واخا يكون واحد 50 مخارط باغي للراجل الخير، البقيه اللي كانت زعما ما باغيهاش للراجل ما يمكنش. انت كتشوف دابا بحال دابايا تقريبا 40 مخارط تسنى على بان الرئيس خصو يمشي بحال، والبقيه قال لك لا حنا بغينا. انا واحد هذاك يدل على ان انا توفيق انا توفيق عندي واحد عندي واحد التساؤل، تنقول دابا انسان مغربي كنحاول نوضع نفسي بلاصه الناس، كنقول انا كرجاوي اشنو اللي يخليني نحط 20000 درهم بلاتي، حيت هاد القضيه خصنا نحطوها في الفيوس. كنقول مثلا انا كمنخرط باش نخرط تيطلبوا مني نحط 20000 درهم، داكو 20000 درهم ماشي بوحده، كيخصني نجيب تزكية من عند جوج الأعضاء ديال المكتب أو جوج الأعضاء جوج منخرطين قدام، تا هما يعطيو التزكية، وهذا الصداع ويجيب الأوراق ويجيب باش عرفتي بأن كاع المخرطين مخلصين لا بغض النظر خلي لا شوف أنا ما تندويش، خلي أنا عارف أن كاين شي وحدين مخلصين عليهم، أنا تندوي دابا غير على المبدأ واحد بحالي انا مثلا بغيت نخاط، كيقول لي خصك تحط 20000 درهم وتجيب تزكيه، يعني كاين العقيلات كاين مسائل ماشي سهله داكو، اشنو اللي غيخليني انا نمشي نتحمل هاد الثمنه ونخلص 20000 درهم اللي هي مبلغ ماشي سهل. اي واحد دابا دور عليه حداك حدا دكم ولادي يقول لي سلفني واحد جوج مليون بغيت واقف عليها، يقول لك اخويا والله ما عندي، والله لقيتي واخا تكون عنده لقيتي عندي، لان علاش لان مبلغ مهم، واش كذبوا على راسنا، مبلغ مهم. اشنو اللي يخلي اشنو اللي كيخلي واحد اللي هو تيقول عند راسو رجاوي اشنو اللي كيخليه يحط 20000 درهم؟ واش بغى يحط لله في سبيل الله؟ واش بغى يحط لانه بغى يدعم الفرقه ماليا؟ واش بغى يحط لاهداف اخرى؟ انا اطرح السؤال، واش بغى يحط لانه كيطمع انه واحد النهار يولي حتى هو منخرط، يولي حتى هو عضو في المكتب المسير، واش عنده حظوظ انه يوصل يولي نيت بصح عضو في المكتب المسير؟ اذا هنا في كيطرح السؤال. لهذا انا بالنسبه لي هذيك 20000 درهم تضر الفريق اكثر مما تنفعه، راه بالعكس، راه الناس دابا هذوك الناس اللي كيتعناو دوك المنخرطين تيقول لك لا راه من ولا غيولي يخليوها 20000 درهم، راه بالعكس، راه 20000 درهم كتضرهم في الفرقه، لانه اللي كيحطها راه كيحطها بمقابل، كيتسنى مقابل، ما يمكنش غيشد 20000 درهم ويلوح من الشرجم، راه حاطه لانه غير استثمار، استثمار هذاك استثمار ديال المعارف، عنده واحد الاوبجيكتيف استثمار ديال المعارف، راه كيدير معارف، لانه في وسط المنخرطين كاين مدراء شركات، كاين هادي غيربح على مارشيات، هادي كذا، هادي هادي الاولى، هادي الهدف الاول. الهدف الثاني تصاور كيتشهر، لانه كيولي معروف ويجلس تيبين دونور ويجلس الشخصيات، ويقدر شنو تجي فرصه يتعرف مع وزير، يقدر يتعرف مع رئيس الجامعه، يتعرف مع عطاه الله الشخصيات، مع الوالي، مع كذا، فهمتي، كتعطيه كتشق ليه الطريق. هذيك 20000 درهم، بمعنى 20000 درهم هي الطريق الى التهلكه، تهلكة الفريق. إذا بغوا يعيقوا راه خلاص الفريق،
راه في تخفيض لقيمه الخضار. علاش؟ لان يعني الانسان اللي كيجي كدير ليه 20000 درهم، انت كدير ليه 2000 درهم، كدير ليه 40000 ريال ديال الخضار. اللي غيحط 40000 ريال راه ما غيطمعش يدي شي حاجه من الراجل، وما غيطمعش يستافد شي حاجه من الراجل، لان 40000 ريال، 40000 ريال راه تقريبا بحال بحال الثمن ديال لاكات ديال تريبيون تقريبا، تقريبا لا. اذا غادي 40000 ريال السينسيك، ولكن راه يلعبوا على الكثره عاوتاني ديال كاين الكثره فوالا. واخا يبغي يستافد كاين بزاف اللي بغي يستافدوا بحاله. سا كيفاي ملي غادي يكونوا 20000 غتكون واحد القضيه هي غادي يكون واحد العدد كثير ديال المنخرطين، يعني غنقدروا نوصلوا فاسيلمون نوصلوا 16000 حتى 20000. ملي كيكونوا 20000 راه ما يمكنش تبقى تحل لهم الوازيس، ما يمكنش تحل لهم الوازيس. راه كنت باغي نخرط معاهم ب 20000 درهم وما بقاوش. انا كنقول دابا انا تنقول بصفه عامه انا عرفتهم ما يبغيوش، لان هما راه قالوها ويلي راه قالوها، راه قال لك ماشي من والو، حنا فهمناهم. انا تندوي دابا كندوي دابا على المبدا، تنقول بانه راه 2000 درهم ما كتخليش الانسان انه من جهه ما يقدرش يطبع انه يدي شي حاجه من الراجل، هذه الاولى. ثاني حاجه انه كيكون العدد كثير، سو كيفي حتى المكتب من حقه يسد البيبان ديال التيران، ما يبقاش اي منخرط يدخل. دابا المنخرط اللي بغاو يدخل الوزير كيدخل، شكون حبسه؟ لان 20000 درهم هما 160 واحد معروفين، تشوفوا دونك غادي يولي عدد كثير. تلقى كتستافد ماديا عندها واحد 4 المليار تقريبا كتحط في بدايه الموسم، اموال سائله محطوطه في الصندوق معروفه غديماري بها. وثاني حاجه عدد كثير غيولي التصويت واجتماعات عن طريق عن بعد، غتولي عن بعد، غادي نجتمعوا عن بعد، والتصويت على الرئيس عن بعد، كلشي غيكون عن بعد. يعني اذا بالنسبه ليا خلاص الرجاء في تخفيض قيمه الخضار. اذا ما بغاوهاش هاد الناس هادو بغاو شادينها، راه ما غاديش يبقاو شادينها، وان شاء الله غادي نوصلوا داك تخفيض سميتو ثومه الخيارات ارادوا ام كرهوا، ان شاء الله ربي غادي نوصلوا لها، لان هي الحل الوحيد اللي عندها الرجاء. الرجاء ما بغيش حتى شي، ما بغيش حتى شي واحد موش كاره. علاش؟ لانه خايفين ما يشكر، خايفين من دوك اللي مكوشين فيها ومكمشين فيها، داين واحد الرباعه ديال البلطاجيه هما اللي كيحوطوا على التيران، هما اللي كيهدوا اي واحد كيجي يقرب من الرجاء. دونك الناس راه كيعرفوا اللي عندهم فلوس كيعرفوا فين يمشيو، ما كيمشيش للصداع والمشاكل. دونك حنا كجماهير الحل الوحيد اللي باقي دابا ما كاينش مشكور، اذا خاص الجماهير تنخرط وبقيمه اللي في المستوى وفي المتناول ديال الجمهور. ان شاء الله هذا مطلب لا يجب التنازل عنه. تفضل خويا. وبالنسبه للتوتالو هضرتوا على مدريد، وبالنسبه للعابه اللي كيجيبوا راه حتى المدرب كيلعب دور كبير في اللعابه اللي كي، راه حتى المدرب هو بحال دابا زيدان راه تقريبا دوك اللعابه لا بليبار ديالهم هو اللي جابو. وي لا بليبار ديال دوك اللعابه، داك رودريغو هو اللي جابو. دابا حنا جايبين الطاوسي، شنو هي النظره ديال الطاوسي؟ شنو هما هاد اللعابه اللي هو اصلا عندنا شي لعابه زعما ما كيلعبوهمش كاع، كنشوفوهمش حنا. في خبارك ان السيده وعطانا الخبر دابا اسامه قال لك بوطويل اني با كونفوكي، ولا ما كانش كونفوكي يعني ضربوا ما غاديش يلعب حركات. شكون غادي يلعب بلاصتو دابا؟ ما فهمتش انا. واش حركات موعد ولا مسونكسيوني؟ ما عرفتش انا، سمعت قال لك ما غاديش يلعب، ولا ما كانش غادي يلعب حركات. شو غادي شكون يلعبوا لنا عاوتاني؟ الله ما فهمتش انا. دابا راه هادو كيخرجوا على الفرقه اكسبري، ما فهمتش انا. ومع العلم انه الياس الحداد موعد لا غادي في البوان ديروغاسيون، يعني ما لعبش بطويل. انا يلا كنت نهضر لك دابا على التشكيله، الا كنت انا كنت كنصحاب بان بطويل غيلعب نورمالمون، خاصو يلعب هذاك السيد، لانه هو هذاك لعب مع ليكيب ناسيونال وعنده اكسبيريونس. السيد كيشوف راسو ضايع مع الراجل، علاش ما يلعبوش؟ علاش ما يعطيوش فرصه؟ علاش؟ انا متاكد بان بطويل غادي يبين، كاينه بلاصته في الراجل. قال لك السيد اسامه قال لك حركات عنده 4 ديال الانذارات صفرين، 4 ديال الورقات صفرين. ودابا مثلا لعبوا حلال، لعبوا مثلا لعبوا بهذا الحداد هذا، ولا تضرب عاوتاني، يلاه شكون غادي نلعبوا؟ الله نلعبوا وجه زريده، شكون غادي نلعبوا؟ الله ما فهمتش انا. ترى شوف راه ما قلنا عصابه، مش كبير هذا في الراجل، راه عصابه، راه عصابه. وجايبين هذا خادكو، هذا خادكو الطوسي هذا جايبينه باش يدوزوه على عباد الله. هذا خادكو اللي غادي معاهم، ما عندوش الكاريزما باش يوقف ليهم ويهضر على الفرقه ويدافع على الفرقه وعلى اللاعبين. هاد خالكو هذا اللي اسميتو الطاوسي هذا خاصو نهار ديالو بوحدو، وان شاء الله الله يديم الماتش هذا اللي جاي، ان شاء الله غنتحزم ليه مزيان. ملي كيقبل هاد المهزله هادي ديال هاد السيد ما يتكونفوكاش، وفاضل عليه انه ما يكونفوكيش، راه لا يستحق ان يكون مدربا للرجاء باش يزيد تنهار في الوزير.
ان شاء الله جايه جايه والله العظيم ما يمكنش هذا الشيء، حيت جايه. الراجل دابا حنا راه خاصنا حتى شي لعاب سي خصو دابا حنا دابا بقى لنا والو، شحال دابا في الدوره 24 ماتش 25 شحال بقى من ماتش؟ خمسه الماتشات ما خاصهاش الغلط ما خاصهاش يكون. وياه وياه نهائي تغلط ماتش شوط شي غلطه ماتش واحد قسما بالله والتخلي والتخلي بلا ما تدوي على بعض الماتشات والتدوي غير ما يخش الخطا قبل من الديربي. ترى من قلت لك ماتش واحد نخسروا ماتش واحد راه البطوله مشات. دابا جوج ماتشات جوج ماتشات هادو اللي باقيين على الديربي ما خصك تسجل فيهم حتى واحد الا بغيتي الا بغيتي توصل الديربي وتبقى 3 بوان، لان شوف هما راه شي ديك 3 بوان شي واعر واخا يعرفوا يجيبوها من القمر شي من القمر يقولوها من تحت الارض راه يقولوها لك ها بلاتي غاكون هاني. الا ما ماركو في الدقه الاولى ماركو في الدقه 8 ما ماركوش 8 ماركو 88 غاكون هاني. هذا كيدل على ان الرجاء ما عندهمش يعني ما عندهمش النظره ديال لاعب كيلعب زوين، انا متفق على هذه القضيه دي، ولكن السيد راه كبير الله يجعل البركه راه قال لهذا العمل يعني بطول خاصك توجدوا للعام الجاي هذاك اللاعب ديال المستقبل خاصك تبني لي فريق من دابا. وي واش واش اللي تحدد مازال يزيد في الدرجه يتحدد راه باقي كان جان وكان ثقيل وكيدير الفضيح قداش هو شحال بينالتي صيدنا فيه لانه ثقيل ما كيجي فيه نغزه المدافع حتى كاين واحد اللي كيمشي مع اه دونك السيد هذا واحد الضوء اذا غتجيب مدافع اللي في المستوى اللي غادي يهنيك من داك البوست شي الا كان عندك سيرسك علاش نجيبو مدافع حنا عندنا بطوي علاش بطوي علاش جايبينو هذاك مدافع في المستوى يعني انا قلت لك انا قلت لك انا هذاك خصو يلعب باش هو اللي غادي يتبريباري هنا بلاصي لنا الياس الحداد تماما. وبالنسبه للمتولي خصو يحيد شويه ديك النقابه وداك الشيء خصو يحيدها من والله لان مصلحه الفريق هي الاول. حنا غنشوفوه حنا غنشوفوه حنا غنشوفوه غدا نشوفو مستوى. انا سمعت قال لك الفيستير تيقول لهم انا نلعب ولا ما كاين والو يعني هو زعما هو اللي كاين الرجاء ديالو هو البالون. ايوا البالون الرجاء 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 خاص 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 اللي يدخل يقضي الغرام متولي الا ما كانش متولي صافي متولي يلعب ولا ما يلعبش الرجاء راه اكبر من متولي راه دوز اباطره في الرجاء. وييه وكانوا كانوا كيلعبوا حتى هي وييه يعني صافي صلع النبي متولي عام ونخر هذا ما جعل شي بركة ما كنظنش السي ناسك انا نقول لك متولي مازال غيزيد واحد العام حتى اذا زاد واحد اخر غيعيش على هذا غيجيبها في راسه غيبقى يسمع شي مسامر ما عمرو سمع وقبل من العام اللي فات هذا العام هذا العام يبقى يسمع في المسامر تيسالي موسي تيهز كفته ويزيد في حاله صافي السيد مسوي واحد المبلغ كبير وهو كبير في اللاج نورمالمون صافي اخر العوان ديالك مع الراجع تلعب بواحد الثمن الراجع عنده ازمه انت عارف بان عنده ازمه 500 مليون الفريق ديال اللي بين واش واحد 500 مليون ما كيعطي حتى ثلاث الباسات في 90 دقيقه ثلاث الباسات مقادين ما كيعطيهمش 90 دقيقه كيعطي 500 مليون راه جبت ثلاثه لعابه من الجزائر 500 مليون ثلاثه لعابه من الجزائر حنا كاع كوان بات هذا الحد نبقاو حنا مصيدين هنا صافي صيدتينا عامين الله يجعل شي بركه من هما المونور لي مونتادا جمعوا طوي كان خصك تجمع لي زدتك وتزيد. شكرا خويا تبارك